كيف أثرت نشأة بنيامين نتنياهو على حياته الإجرامية وحياة الإرهاب الذي مارسه طول حياته ضد الشعب الفلسطيني؟ أكيد نتنياهو نشأ ببعد يميني، والبعد اليميني متمثلا بأبوه الذي كان وما زال أو كان لفترة طويلة يكتب بالبعد اليميني عن دولة إسرائيل والحلم بالعودة، وجزء منه بمشاركة بالعصابات الاحتلال الإسرائيلي التي رعتها بريطانيا وكبرتها ونمتها وسلمتها البلاد ومستودعات الأسلحة من أجل احتلال فلسطين عام 48، وهي لم تكن حربا بقدر ما هي إعادة ترسيم أو ترتيب من يكون الجندي الاحتلالي أم الجندي الاحتلالي الإنجليزي، هكذا كانت. وبناء عليه نتنياهو نشأ بهذه الأجواء، دخل كما يدخل كل الاحتلال الإسرائيلي نسائه وشبابه في الجيش، ودخل بالوحدات الخاصة الإسرائيلية وأصيب بعدة عمليات، وبعد ذلك تم إرساله إلى السلك الدبلوماسي. السلك الدبلوماسي وصل به إلى أن يكون سفير إسرائيل في الولايات المتحدة، وبناء عليه تطبع وبنى علاقاته وبنى كاريزمته على هذا الأسلوب الأمريكي بالتعاطي، وهذا جزء من حالة الانبهار الإسرائيلي بالأمريكي وسلاح الأمريكي ولغة الأمريكي ولكنة الأمريكي. جاء نتنياهو بعام 1993 إلى فلسطين عائدا بعد سنوات من الاغتراب الدبلوماسي، ودخل حزب الليكود وتنافس على رئاسته وفاز برئاسته. لم يفز برئاسته بحكم أن هناك نجوما كبيرة في الحزب، إنما لأنه كان هناك تآكلا حزبيا وانشقاقات، ووصل بالنهاية إلى رئاسة الحكومة في عام 1996 عندما قام شمعون بيرس بعناقيد الغضب ضد الشعب اللبناني، واعتقد أنه إنها سوف تمرط به، لم تمرط به. وعندما اغتال يحيى عياش ولم تسقط المقاومة وقامت بعمليات متميزة راح فيها أكثر من 50 إسرائيلي ردا، حدثت انتخابات وكانت المفاجأة أو كما يسمونه باللغة العبرية الانقلاب الرئيسي. خسر حزب العمل التقليدي للحكم وفاز نتنياهو بست بأربع سنوات.